حسين، يعني كان هناك مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحكومة البريطانية، يعني هو علق على قرار المحكمة الجنائية، ولكن لا يمكن القول بأنه كان واضحا حول أو إذا ما ستفعله أو الخطوات التي ستقوم بها بريطانيا في حال بالفعل وضعت أمام يعني قرار تنفيذ قرار المحكمة الجنائية. قال المتحدث باسم كير ستارمر بأن بريطانيا تحترم قرار المحكمة الجنائية، أيضا قال بأنها طبعا تحترم استقلالية هذه المحكمة باعتبارها المؤسسة الأساسية الدولية التي يعني تحقق في الجرائم التي قال بأنها الأخطر أو التي تقلق المجتمع الدولي، وهو بالتالي يعني طبعا يحترم هذا القرار، ولكن بالمقابل أيضا قال بأن لا تكافؤ بين إسرائيل من جهة وبين حزب الله وحماس من جهة أخرى. قال بأن حزب الله وحماس بأنهما منظمتان إرهابيتان، وقال أيضا في هذا الصدد بأن بريطانيا لا زالت تقوم أو تدفع باتجاه وقف إطلاق النار في غزة. كان هناك أيضا موقف آخر من مجلس نواب يهود بريطانيا، قالوا بأن هذا القرار يعكس رسالة مؤسفة، وأن هناك الكثير من المجتمع اليهودي في بريطانيا ما زال ينتظر مدى التزام الحكومة بكلماتها بأن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها. وبالتالي بريطانيا بالفعل أمام معضلة بسبب تباين الآراء حول قرار المحكمة، وبريطانيا يعني هي عضو في المحكمة الجنائية وبالتالي هي ملزمة بتنفيذ هذا القرار، ولكن السؤال يبقى ما إذا كانت بريطانيا بالفعل ستستخدم هذه القوة في تنفيذ القرار إذا ما زار نتنياهو أو غالانت بريطانيا، ولكن بلا شك سيكون لنتنياهو وغالانت حسابات عند إذا ما فكروا بزيارة بريطانيا. وأيضا هي أمام معضلة لأن هناك تباين كما ذكرت بالآراء ومعارضة كبيرة من بعض السياسيين والنواب خصوصا من حزب المحافظين. طبعا حكومة المحافظين كان لها موقف مختلف تماما عن الحكومة الحالية، لأنها كانت تدرس خيارات الطعن في قرار المحكمة الجنائية إذا ما كانت هذه المذكرة قد صدرت في ذلك الوقت، ولكن جرت الانتخابات والحكومة العمالية غيرت موقفها من ذلك. وبالمناسبة كير ستارمر رئيس الحكومة البريطاني هو مدعي عام بريطانيا سابقا وقانوني، وهو ملم بالإجراءات القانونية، لذلك قد يكون يعني أمام موقف محرج إذا لم عارض قرار المحكمة الجنائية. وكان منذ البداية حكومة ستارمر قالت بأنها لن تتدخل في قرار المحكمة وبأنها تحترم بقوة سيادة القانون وفصل السلطات عن بعضها.